بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس مدينة العلوم، نحب نقول إن شاء الله كل عام والمؤسسة هذه بخير، إن شاء الله كل عام ومدينة العلوم تتطور أكثر وتقرب أكثر لمختلف الشرائح العمرية داخل الجمهورية، خاصة مدينة العلوم عندنا معاها كإذاعة شباب، وأنا بصفة خاصة هند العسكري العلاقة متينة تمتد لسنوات. تقريبا في سنواتها الأولى كنا موجودين وكبنا أهم التظاهرات، كبرنا كذلك إذاعة الشباب مع مدينة العلوم، ومن خلال مدينة العلوم من خلال المواكبات عدينا معاها برشة تظاهرات كبيرة، برشة تظاهرات عالمية. أنا نتذكر الكثير من المناسبات، ونتمنى خاصة أن مدينة العلوم يكون عندها أكثر تمويل، تتعطى لها أكثر فرص على المستوى المادي من قبل الدولة باش تقوم بدور أكبر من هكا، لأني نتصور أن الكومبيتونس والكفاءات اللي فيها تنجم تعمل دور كبير في أنها تقرب العلوم، في أنها تفتح أفاق للشباب التونسي داخل الجمهورية، خاصة باش يطلع باش يواكب آخر التطورات في العالم. كل عام ومدينة العلوم هي رمز للتطور والحداثة. تحية لأسرة مدينة العلوم الموسعة، تحية لكل الناس اللي يتذكرون ويتعاونوا معنا، تكاد تكون بصفة يومية من أبناء مدينة العلوم. شارك العام وانتم حيين بألف خير. هند العسكري ماجري، إذاعة الشباب.